وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قولا سجله القرآن قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قولا سجله القرآن يا من تدري لغة الطير إني أدري ما لا تدري إني أدري ما لا تدري يا من تدري لغة الطير إني أدري ما لا تدري إني أدري ما لا تدري جئتك من سبأ ببيان قد شاهدت بعيني رأسي أقوى من سجدوا للشمس قد شاهدت بعيني رأسي أقوى من سجدوا للشمس عبدوها من دون الله هذا فعل لا نرضى عبدوها من دون الله هذا فعل لا نرضى فتأمل وهم يا أحمد كيف يفكر هذا الهدهد فتأمل وهم يا أحمد كيف يفكر هذا الهدهد يؤمن حقا أن الله لا يعبد في الكون سواه وله كل العالم